عن عائشة رضي الله عنها قالت لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت له يا رسول الله ادعو الله لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت قال فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي قالت وما لي لا يسرني دعاؤك فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم.